السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا بالصحه والهنا والرزق، وباش ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. في هذا الفيديو جيت باش نطلع عليكم فيه الطبيله ديالي المتواضعه ديال نهار العيد. هذه غير الطبيله ديال الحلو اللي حطيت فيها يعني حلويات سبق لي وشاركتهم معكم في القناه. كما كتشوفوا معايا هذا البلاطو، هذا مشكل ديال صابلي بريستيج، راه متوفر يعني الفيديوهات كاملين متوفرين في القناه. وحتى هذا البلاطو اللي شفتو قبل في حلويات بارده بدون فرن، ان شاء الله راني صورته غادي نبارطاجيه معكم في الايام القادمه. هنا عندي يعني حلويات وداكشي اللي عندي في الدار، حاولت يعني نزوق به الطبيله ديالي. الواحد ما يكلفش على راسه، وبطبيعه الحال ما يبخلش على الضياف ديالو هذا النهار الكبير. هنايا عندي هذه الحلوه، هذه ديال الماشينه معروفه، سبق لي وشاركتها معكم شحال هذه في القناه، راه كتجي لذيذه وخفيفه. وانا شويه ديال الزميطه اولا سلو كان باقي عندي، والكيكه حتى هي راني شاركتها معكم، كيكه ديال الجزر والجوز، صراحه طلعت خرافيه، لذيذه لذيذه بزاف، كتجي رطبه. وحتى التزيين اللي درت لها يعني جا راقي، وبزاف ديال الناس كاع تقريبا اللي داق منها عجبوها حتى، والحمد لله. شوفوا كيفاش كتجي رطبه، وحتى المذاق يعني كتجي لذيذه بزاف، كنصحكم باش تجربوها. وهنايا عندي شويه ديال الكعك، الكعك اللي ما كيخطاش الطبيله ديال الجهه الشرقيه، ضروري خصو يكون حاضر. هذا الكعك الوجدي هو غير خفيف يعني كيجي زوين، صنع منزلي ان شاء الله. دابا نشارك معكم الوصفه، وحطيت كذلك شويه ديال الرغيفات، حتى هما راه سبق لي وشاركتهم معكم في القناه، رغيفات معسلين يعني بطريقه اللي هي جديده وزوينه، كيطلع الشكل ديالهم غزال، وحتى في المذاق كيجيو خفافين وهشاشين، وفيهم واحد التقرميشه يا سلام. والطبيله المغربيه ما كتحلاش بلا يعني الصينيه والبراد، ضروري خص يكون حاضر معنا البراد ديال اتاي. وهنايا درت شويه ديال المكسرات، يعني داكشي اللي كان عندي البنات، راه ما كلفتش على راسي، بنادم يعني فعلا كيحضر شي تحضيرات ديال العيد وكنوجدو، ولكن في اطار يعني كل واحد والجهد ديالو. وعندي كذلك الحليب والعصير باش هكا نرضي الاذواق، واللي ما قدش يشرب اتاي ياخذ غير هكا كاس حليب مع تميرات، او لا عصير مع كيك ولا مع حلوه. المهم هذه هي الطبيله ديالي، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه، ما تنسونيش من الدعاء ديالكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه، وعيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. نبدا قولي كيف كافت البشر، بسم رحيم الرحمن، خالق كل شي مزيان، وصلاتي على النبي العامر، وجهه بضياء الجنان، وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم، وانت صاحبك مشان، بيني وبينك بيبان، زهرة الدفلة في الكون قايمة، زينك شحال يبان، مرارو عدب شبان. مسارك كله في وحب العطار، ولباسك كل الوان، تبتيني بعنان، فقري رسمه لداك الزهر، كيف بلغك في مكان، كله جندو جدران. يا بنت السلطان، يا بنت السلطان، يا بنت السلطان، فينا بر والإحسان. يا بنت السلطان، يا بنت السلطان، يا بنت السلطان، فينا بر والإحسان. ألا بأس أيلي، ألا بأس، ألا بأس، الحب والهوى معذب شي ناس، ألا بأس أيلي.